معتصم منطقة العلاوي وعند إحدى بوابات المنطقة الخضراء يقررون إقامة مأدبة إفطار رمضانية بحضور ممثلين عن المعتصمين ومن جميع المحافظات العراقية، حيث تضمنت هذه المبادرة إرسال دعوة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للحضور والاستماع إلى مطالبهم. السيد الكاظم هو اجى من رحم المظاهرات، وكنا متأملين به خير يعني صراحة، والحدث متأملين به كل الخير، والدليل اليوم سوينا له مأدبة إفطار، دعوة على مأدبة إفطار إنه يجي يحضر ويانا وينقل معاناتنا ويشوف همومنا ويحقق المطالب. فكل اللي موجودين هنا اليوم هم طلاب خير وهم مخرجين ومثقفين، يردون سبوه اي شيء يشون بيها بعد ما عانينا كل هاي السنين من غير معاناة الدراسة وغيرها، انه عانينا معاناة الاعتصام وافترشنا الأرصفة وتحملنا الحار وتحملنا الصيف. اللهم انصر شعب العراق على الفاسدين. آمين. كلنا امل بالسيد الكاظمي بانه سيحارب الفاسدين. آمين. حياكم الله. أكثر من 10 أشهر استمر اعتصام الخريجون، وحتى اليوم لا زالوا يجددون البقاء هنا حتى تلبية المطالب، وهي الحصول على درجة وظيفية قضوا سنوات من الدراسة لنيلها، مؤكدين على أن الأمل بتحقيق مبتغاهم كبير، ولا بد أن يجدوا الآذان الصاغية في يوم ما. هذول أخيرة الشباب اللي موجودين، لا من تم الحزب، لا عدة جهة، لا عدة فلوس، لا عدة واسطة على مدة عين. هذول أخيرة الشباب الكفوة اللي ما عدها بس الله وهو رئيس الوزراء. نتمنى أنه ينزل لهم ينظر لقضيتهم ويشوف معاناتهم. إحنا صار لنا 10 أشهر أو ما يزيد عن 10 أشهر، إن كان يظنون أنه الاعتصام ينتهي خلال فترة رمضان أنه صائمين أو شيء، لا بالعكس، هذا يزيدنا إصرار وعزيمة، وإن شاء الله باقين إلى الرمق الأخير حتى تحقيق مطالبنا. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.